أحدا. قال الإمام الحسين عليه السلام: يا ابن عباس، لا تكلمن فيما لا يعنيك، فإنني أخاف عليك فيه الوزر، ولا تكلمن فيما يعنيك حتى ترى للكلام موضعا، فرب متكلم قد تكلم بالحق فعيب، ولا تمارين حليما ولا سفيها، فإن الحليم يقليك والسفيه يرضيك، ولا تقولن في أخيك المؤمن إذا توارى عنك إلا مثل ما تحب أن يقول فيك إذا تواريت عنه، وعمل عمل رجل يعلم أنه مأخوذ بالإجرام مجزا بالإحسان والسلام.